روسيا تصف فوز حزب الحرية على أنه يعكس الاستياء من دعم أوكرانيا. تهديدات كاذبة بتفجيرات تؤدي لإخلاء 6 محطات قطار في النمسا. أكثر من 900 شركة تضررت من فيضانات النمسا السفلى. تدمير معدات بناء محطة مترو بيليغرام غاسا في فيينا بعد الفيضانات. تبرئة شاب سوري من تهمة محاولة القتل في فيينا بعد حادثة طعن مجند. و30% من مياه الآبار في النمسا العليا غير صالحة للشرب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن فوز حزب الحرية النمساوي FPO في الانتخابات يعكس استياء الناخبين من دعم النمسا لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وأوضحت زخروفا أن العقوبات الأوروبية أضرت بالاقتصاد النمساوي ودمرت العلاقات التجارية مع موسكو، وذكرت أن فوز الحزب يعبر عن رفض الناخبين للسياسات الحالية خاصة دعم أوكرانيا لنظام كييف، كما أشارت إلى أن النمساويين يتذكرون الأوقات الجيدة للتعاون مع روسيا ولا يرون سببا للتخلي عن تلك الفوائد. وأضافت أن وسائل الإعلام الغربية تشن حملة ضد حزب الحرية مما يعكس عدم قدرة الديمقراطية الغربية على تمثيل الشعوب. شهدت النمسا حالة من الفوضى نتيجة سلسلة تهديدات كاذبة بتفجيرات استهدفت 6 محطات قطار رئيسية وصل آخرها عبر البريد إلى شرطة كلاجنفورت، مما أدى إلى إخلاء المنطقة وإيقاف حركة القطارات. وقد تلقت محطات في مدن مثل سانت بولتن، لينز، سالزبورغ وغراتس تهديدات مماثلة. وأوضحت وزارة الداخلية أن التهديدات تعتبر ابتزازا وتهديدا خطيرا وجاري التحقيق فيها من قبل جهاز حماية الدولة. وأشار مسؤول أمني إلى استخدام عبارة الله أكبر مكتوبة باللغة العربية في التهديدات مما زاد من القلق، ودعا سياسيين اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطرف في حين تتخذ الشرطة تدابير لضمان سلامة المواطنين. كشف تقرير جديد عن تضرر أكثر من 900 شركة جراء الفيضانات الأخيرة في النمسا السفلى، حيث تعمل الحكومة المحلية وغرفة التجارة على توثيق الأضرار التي لحقت بهم. ولم يتم تحديد حجم الأضرار النهائي إلا بعد بضعة أسابيع، حيث تقوم لجان تقييم الأضرار بتقدير الخسائر، وبناء على هذه التقديرات ستصرف التعويضات من صندوق الكوارث مع إمكانية تعويض الشركات بنسبة 50% إلى 80% من قيمة الأضرار بحسب حجم الخسائر. ويمكن للشركات المتضررة أيضا تقديم طلبات للحصول على دعم إضافي بنسبة تصل إلى 20% من غرفة التجارة بحد أقصى 40,000 يورو، كما أطلقت غرفة التجارة برنامجا استشاريا مجانيا لدعم المتضررين. تسببت العواصف العنيفة في فيينا في أضرار كبيرة بموقع بناء محطة مترو بيليغرام غاسا، حيث غمرت المياه الموقع وأتلفت معدات البناء الثقيلة. وتعمل شركة فيينا لينين حاليا على تقييم الأضرار والجدول الزمني الجديد للمشروع، حيث تدفق 19,000 متر مكعب من المياه إلى موقع بناء الخط أوتسفاي، مما أدى إلى تدمير آلات متخصصة. ويتوقع أن تصل تكلفة الأضرار إلى ملايين اليوروهات، ولم يحدد بعد ما إذا كانت شركات التأمين ستغطي الخسائر، كما تضرر قاع نهر فينفلوس، ويجرى العمل على إصلاحه لاستئناف البناء في أقرب وقت. برأت محكمة فيينا شابا سوريا يبلغ من العمر 20 عاما من تهمة محاولة القتل في حادثة طعن مجند في رويمان بلاتس في مارس الماضي أمام مطعم تيشي. وقرر المحلفون أن الطعن لم يكن من فعل المتهم بل من رجل آخر شارك في الشجار، وأدين الشاب فقط بتهمتي محاولة الإيذاء الجسدي والتهديد الخطير، وحكم عليه بالحبس المشروط بعد قضاء 6 أشهر في الاحتجاز. أما الضحية الذي تدخل لحماية فتاة من التحرش تعرض لجروح خطيرة، لكنه لم يستطع تحديد هوية الطاعن، مما دفع المحكمة إلى تبرئة المتهم وإطلاق سراحه. كشفت دراسة حديثة أن مياه الآبار المنزلية في النمسا العليا غالبا ما تكون غير صالحة للشرب، حيث أظهرت التحقيقات أن 3/4 الآبار في حالة سيئة. شملت الدراسة 1200 بئرا ضمن حملة لأجل مياه الشرب الخاصة بنا، وتبين أن 30% من الآبار تحتوي على مياه غير صالحة للشرب، بينما كانت 30% أخرى صالحة جزئيا. وقد تم العثور على بكتيريا ومبيدات حشرية في بعض العينات، فيما كانت 14% فقط من الآبار آمنة تماما. وأوصت السلطات المحلية في ظل هذه النتائج بضرورة تواصل السكان الذين يعتمدون على الآبار المنزلية للحصول على المشورة.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.